محطتنا الصباحية زينب رح نبدأها مع عالم الفلك وأخبار الفلك والنجوم منعكساتها بالتغيرات المناخية على الأرض وتسارع وتيرة الاكتشافات الفضائية والتسارع أيضا الدول عالميا لحجز مقعد لها أكيد برحلات كبيرة بالعلم والتطور آخر الأحداث والتطورات بعلوم الفلك. أكيد ضيفنا الدائم الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية اليوم ضيفنا اللي حكى عن الطقس وعن الثلج وكل شيء هيك منه صار عم يتابعنا. يسعد لي صباحك. صباح الورد ساري. يسعد صباحك زينة وصباحكم خير يا رب. يسعد لي صباحك دكتور. يعني بعيدا أول شيء ما رح نحكي على المناخ خلينا نبدأ بالكواكب بعدين على المناخ. كوكب المريخ، شو قصة كوكب المريخ وهالسباق الكبير للوصول له؟ تمام، إذا لاحظنا خلال الفترة الماضية كان في سباق محموم لكوكب المريخ، يعني كان المفروض هناك حتى عدة مسابر تنطلق العام الماضي كلها تأجلت لهالعام. عدة مسابر فضائية انطلقت إلى المريخ، منها المسبار آخر مسبار اللي هو بيرسيفيرانس الأمريكي، إضافة إلى مسبار الأمل، مسبار منجليان الهندي اللي حقق إنجاز غير مسبوق بالوصول إلى المريخ بأقل تكلفة ممكنة. يعني كان إنجاز منجليان أدهش العالم. الهند استطاعت الوصول إلى المريخ بتكلفة كتير كتير كانت قليلة. إضافة لهالمسابر المسبار الصيني يلي كان هو الدولة الثانية بالعالم يلي أنزلت سيارة على كوكب المريخ. مو بس هيك، الصين داخلة بمنافسة قوية جدا بالعودة بتربة المريخ كما عادت بتربة القمر إلى الأرض. إذن منلاحظ أنه أكثر من دولة اليوم عم تتسابق لكوكب المريخ. نعم. عم تتسابق. هون بقى السؤال، هون السؤال المهم جدا، ليش كوكب السر؟ إذا نحكي من الناحية العلمية، كوكب المريخ والكوكب نسبيا أكثر شبها بالأرض من الناحية أنه قد يكون على سطحه حياة. لما انطلقت مركبات فضاء إلى كوكب المريخ اكتشفت أنه لا حياة على كوكب المريخ كما هي معلومة بالنسبة للبشر اليوم، لكن قد يكون هناك بقايا حياة فيما مضى. لاحظ العلماء أن هناك على كوكب المريخ أنهار تجري حتى اليوم. نعم. ودوب الثلج بيصير عندها مياه تجري. وجود غاز الميتان الطبيعي اللي كان إنجاز كتير كبير واللي رح يساعد بكرة وكالات الفضاء على مهمات الفضاء المستقبلية. هو غاز سام صحيح؟ هو غاز سام لكن مساعد جدا للمركبات الفضائية. كوقود. إضافة لهالشيء تربة المريخ غنية بأكسيد الحديد، وهي يمكن الناس تفكر أنه هذا الفيلم اللي طلع تبع The Martian أو المريخ خيال. لا لا، مبني على فكرة علمية أنه تربة المريخ صالحة لزراعة أكثر من نوع من المحاصيل الزراعية، منها البطاطا، منها الخاص، الفريز إلى آخره. فإذا البندورة يعني، فإذا اليوم المريخ يشكل الحديقة الخلفية للأرض. يمكن اليوم ما نقدر نستثمر المريخ، لكن بالمستقبل القريب هناك خطط وهناك نعم. مشاريع لاستثمار المريخ. هذا السبب دعا الدول للتنافس للوصول لكوكب المريخ، العودة بتربة المريخ، وضع بصمة لها على كوكب المريخ. بالإضافة لهذا كله، التقنية والتكنولوجيا اللي بتوصل أي مركبة فضائية لكوكب المريخ نعم. ستنعكس آثارها على الأرض. الأرض. من خلال التكنولوجيا، من خلال الآلات اللي عم يستخدموها، من خلال طرق التواصل، من خلال دراسة الغلاف الجوي للمريخ وهروب الغلاف الجوي للمريخ. يعني مثل ما تفضلتي زينب بالمقدمة أنه رح ينعكس إيجابياً على فهم أكثر إلنا للأرض. يعني كمثال تشبيه، الأطباء لما بدهم يجربوا أي دواء أو أي لقاح أو أي شيء بيجربوه أول شيء على الكائنات الأخرى، الأرانب إلى آخره، الفئران. صحيح. فبيجربوا بعدين بيجوا عند الإنسان. كمان بعلوم الفضاء والفلك التجربة تكون على الكواكب الأخرى قبل أن تكون نتائجها على الأرض. نعم. فنحن نفهم أكثر عن غلافنا الجوي، عن حياتنا على الأرض، عن مستقبل هذه الحياة على هذا الكوكب الجميل. يجب أن نفهم أشقائنا في المجموعة الشمسية. يعني من المريخ خلينا نرجع هيك على الأرض ونحكي عن التغيرات اللي حدثت وخاصة التغيرات المناخية. يعني نحن بنعرف مناخنا هو 4 فصول، الصيف الشتاء، ولكن بمراحل متساوية. هلا عم نشوف الصيف عم يمط شوي والشتاء عم يجي قصير شوي بس برد كتير. في تغيرات مناخية. والله تغيرات كبيرة كتير، يعني فعلا كأنه الأرض يعني عم تعمل فينا مقالب مثل ما بيقول، لفة بالفصول. لفة بالفصول. فعم نشوف أحيانا بيوم واحد الفصلين ثلاثة. يعني تماما لاحظتوا نزل الثلج، كنا نحن تحت لوا عم نحكي مع الأستاذ رامي المعد بوجه له تحية، عم نحكي أنه نزل الثلج
وسبحان الله ثاني يوم كان كثير شوب وحراره مرتفعه. اذا شو السبب؟ السبب يلي نحن عم نحاول نفهمه من خلال الكواكب الاخرى، ما يحدث على الارض من احتباس حراري، من 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 قضيه كبيره جدا، من تلوث، من نسبه غاز ثاني اكسيد الكربون وصلت الى حد غير مسبوق. هذا الشيء عم يأثر سلبا على الارض. يعني اذا بس تطلعنا على الفتره الماضيه، دمشق نزل فيها هطل فيها ثلج، ثاني يوم بدل ما تنخفض الحراره درجات متدنيه نتيجه هذه الثلوج ارتفعت الحراره. نجي للاردن، اردن شمال السعوديه العراق نزل فيها امطار وثلوج بكميات غير مسبوقه. نجي على الصين صار فيها فيضانات. نجي على استراليا ارتفاعات حراره وحرائق. فاذا في عندنا تضارب مناخي كما العلماء قرروا انه يسموه. هذا التضارب المناخي او المناخي الاصح نتيجه لما يحدث في طبقات الدنيا من الغلاف الجوي. الانسان ما زال يطلق كميات كبيره من غاز ثاني اكسيد الكربون، عم تشكل طبقه بالغلاف الجوي، هي الطبقه عم تسمك الغلاف الجوي، عم تمنع ارتداد عوده اشعه الشمس من الداخل الى الخارج، عم تسبب رفع حراره الارض. اليوم ارتفعت درجه ونص وسطيا، هذا رح نشعر فيه بالصيف. نعم لاحظوا الكلام كثير مهم، بالصيف رح نشعر بهذه الدرجه ونص اكثر من الشتاء. بالمقابل الشتاء رح تكون متغيره عما نعرفه، دول رح تعاني من شتاء قارس ما لم تعود عليه، والدول التي تتعود او التي يكون لديها الشتاء القارس سيكون الشتاء اقل وتيره. يعني حتلاحظوا هلا الفتره القادمه، خلال الفتره القادمه انه الجو رح يرجع ربيعي صيفي، رح يكون في منخفضين او ثلاثه فقط، تنتهي الشتويه فجاه. كميه الامطار اذا وصلت لمعدلاتها بيكون نحن بالف خير الحمد لله، يعني متوقع انه الامطار تكون اقل او حول معدلاتها. طبعا هذه الدراسه طبعا عندنا من الارصاد الجويه بوجه لهم تحيه، التعاون الكبير معنا. فاذا بنلاحظ انه في تضارب. نجي للصيف بقى، حتلاحظوا الصيف هجم بسرعه قريب مدته طويله. يعني رمضان في صيف، اي رمضان متوقع انه يكون يدخل صيف على صيف، حلو. يعني جو شوي مايل للحراره اكثر، للشوب اكثر. ان شاء الله ما يكون هيك اكيد، يعني بالعكس اللي بيصوموا اكيد ان شاء الله يكون في شويه برود. صحيح، وحلو انه بنيسان ينزل مطر، فلانه نيسان مطرت نيسان حتى بالامثال تحيه الانسان كثير مفيده وكثير منيحه وكثير حلوه للانسان وللزرع. الصيف رح تلاحظوا انه عم يمتد. هذا التغيرات المناخيه رح تستمر حتى يتوقف الانسان عن التلاعب في المناخ. اليوم يلي بيتوقف فيه الانسان عن التلاعب بالمناخ رح يتوقف هذه التغيرات المناخيه. ومشان هيك زينب سالي الامين العام للامم المتحده لما اعلن حاله الطوارئ المناخيه، الامين العام عم يعلن حاله طوارئ مناخيه، هذا بيدل قديش نحن وصلنا لشيء كثير كبير. فعلا لشيء كثير كبير. ونرجع لبدايه سؤالكم، وهذا السبب التسارع باكتشاف الكواكب الاخرى لفهم اليه لمعالجه الاحتباس الحراري. نحن طيب عندنا مشكله، كيف بدنا نعالجها؟ هل بنوقف ضخ؟ طيب اذا وقفنا اليوم ضخ غاز ثاني اكسيد الكربون، كم يحتاج الغلاف الجوي لمعالجه هذا التغير؟ نعم. فاذا بدنا نعرف اكثر عن هذا الغلاف الجوي، عن طريقه المعالجه، عن ما هي المواد الصالحه اللي نضخها بالغلاف الجوي ممكن تحل لي مشكله غاز ثاني اكسيد الكربون، كيف بدنا نرجع مناخنا لما مضى الى السابق، وكيف نحافظ على القلنسوتين الثلجيتين في القطب الشمالي والقطب الجنوبي يلي بيشكلوا صمام الامان للمناخ الارضي. نعم. يعني احنا صمام امامنا بالقطبين الجنوبي والشمالي، وتحديدا الجنوبي لانه كميه الثلج فيه اكثر. هدول صمام الامان، اذا داب الثلج فيهم كما يحدث اليوم فنحن مقبلين على كارثه كبيره فعلا. نعم. يعني بدون مبالغه، لكن هذا الواقع. طيب العلماء شو عم يعملوا؟ عم يحاولوا يفهموا اكثر، يدرسوا اكثر، يطرحوا حلول عديده، مثل مؤتمر باريس للمناخ اللي سوريا وقعت عليه، من نعم. اهم المؤتمرات اللي طرحت حلول، لكن للاسف كانت بعض الدول انسحبت منها مثل الولايات المتحده، حاليا عم يقولوا انه رح ترجع الولايات المتحده، لكن ما بدنا كلام، بدنا عملي، لانه مؤتمر باريس للمناخ يفرض على تلك الدول اموال بسبب تلويثها للمناخ، فبالتالي هذه الاموال ستصب نعم. في صالح البحث والاستكشاف العلمي ودراسة الغلاف الجوي. نعم. طب خبرنا عن كوكب القيامة المصنف عالميا وحقيقة اصطدامه بالأرض، كمان هي المعلومة نتأكد منها. برافو زينب، ذكرتيني فيه. كويكب القيامة أو يوم القيامة هو من الكويكبات الهامة جدا، واسمه بخوف تماما. هو اسمه الحقيقي له اسم علمي، اسمه الحقيقي أبو فيس. أبو فيس نسبة إلى الآلهة المصرية، آلهة الدمار والخراب المصرية عند الفراعنة.
آلهة الدمار والخراب عند الفراعنة المصريين القدماء. أبو فيس، أبو فيس هو من الكويكبات الأكثر شهرة في تاريخ علوم الفضاء والفلك. درسوه العلماء بشكل كبير، اهتموا فيه بشكل كبير. السبب مداره المتساقط باتجاه الأرض. طبعا الشهر القادم رح يمر أبو فيس على مسافة 15 مليون كيلو متر من الأرض، هي مسافة آمنة، لن يسقط على الأرض. بعد ما رح يصطدم بالأرض، ما رح يصطدم بالأرض، لكن حيكون مشاهدته ممتعة جدا بالتلسكوبات العادية. رح يكون فرصة للفلكيين أن يشوفوا هذا الكويكب. بيكون واضح، ببين تماما، مو بالعين، بالتلسكوب. 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 طبعا نحن بسوريا أنجزنا إنجاز مهم جدا، هو أكبر تلسكوب بالمنطقة. تماما. لكم ألف مبروك. الله يبارك فيك. فحيتيح لنا الفرصة أن نشاهد هذا الكويكب بدقة. بعام 2029 رح يرجع هذا الكويكب يمر حول الأرض. وقت العلماء رح يكونوا كلهم على أعصابهم، بدهم يدرسوا كيف سيمر، يا ترى منحنيه مداره ولا لساته مبتعد، لأنه بعام 2068 هي المرور الأخير لأبو فيس. في ذلك المرور بعام 2068، والله يعطيكم ويعطينا طولة العمر لنشاهده بعام 2068، إيه إن شاء الله، يعني لساتنا شباب بنكون. فب 2068 وقتها هون الخطر، احتمال الاصطدام اليوم 1 على 100 ألف، لكن هذا الاحتمال يتضاءل. ففي خوف في 2068 أنه يحدث اصطدام ما بين الأرض، يكون انتقلنا على المريخ، يكون انتقلنا على المريخ وزرعنا بين كويكب أبو فيس أو كويكب يوم القيامة. طبعا الاحتمال ما زال ضئيل، والعلماء عم يدرسوه بشكل أكبر. الجواب على هذا السؤال بيكون بعام 2029 عند المرور قبل الأخير لهذا الكويكب أمام الأرض. طبعا إذا اصطدم بالأرض لا سمح الله مو لعبة، يعني ينهي الحياة تماما على الأرض، كما حدث بأصدقائنا الديناصورات اللي كانوا قبل 65 مليون عام وانقرضوا بسبب كويكب بحجم كويكب أبو فيس، تقريبا نفس الحجم بيناتهم، 457 أبو فيس متر، هذاك تقريبا نص متر، نص كيلو متر، يعني هذاك أكبر شوي. قرضوا ديناصورات على الأرض تماما. وسبب شتاء نوويا. فالخوف أنه لا سمح الله إذا اصطدم بعام 2068 يسبب شتاء نووي ويعمل انقراض الحياة، لكن ما زال الموضوع مستبعد علميا، لكن بيضل تحت الدراسة وتحت الترقب، لأنه هامش القضاء والقدر وهامش الكايوس أو العشوائية بهذا الموضوع كبير. يعني أي قلقلة في حركة الكويكب اقترابا أو ابتعادا قد يسبب الكارثة. دكتور، يعني يمكن نحن هلا عم نحكي ومشاهدينا عم تسمع شغلات جديدة، وهو علم الفلك، خلينا ننوه انه هو علم الفلك. وعالم آخر جميل جدا يمكن علماء الفلك هن متوسعين فيه، ولكن نحن هلا من خلال فقرتنا عم نعطيهم تفاصيل وخفايا هذا العلم يلي هو مرتبط بالأرض، أكيد معنا في فضاء وفي أرض وفي كواكب. دكتور محمد، يعني يطول الحديث معك ومستمتع فيه، لكن وقتنا خلص. نتمنى لك هيك نهار حلو، يا رب هيك الطقس هيك يعني يعجب الكل. ان شاء الله. سالي، يسعد صباحك، صباح البرد زينه، صباح الخير. دائما دراسه علوم الفضاء والفلك صدقوني تنعكس بشكل جميل على حياتنا النفسيه وعلى حياتنا المستقبليه وعلى حياتنا اليوميه. اكيد نتمنى هيك هالمنخفض يمر بخير وسلامه. كل العالم قربت، صرنا هلا بعصر كورونا نخاف يعني من الجريب. شكرا لوجودك معنا دكتور، وإن شاء الله هيك بالحلقات القادمة بنحكي أكثر ومنتوسع بالتغييرات المناخية، وهيك بلكي بتقلنا كمان نروح نشوف شيء مذنب مثل زمان. إن شاء الله. شكرا لك.